الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو ينشئ عنصرا مهما في التعامل بين العبد وربه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. إذن ما يتحججش واحد فينا بربنا بأنه هذا العبد لا يفعل الخير، فإذا ما سألناه ما الذي منعك عن فعل الخير يقول والله أنا حلفت بالله ألا أفعل، وتعظيما لشأن الله لا أفعل. ولذلك ولهذه الآية فإن حقوق العباد لا تتقادم ولا يعفى عنها إلا بإذن صاحبها ولا تسقط، وحقوق الله تسقط بالتوبة وتسقط بالعفو وبالأعمال الصالحة التي يبدل الله فيها السيئات الحسنات ويمحو الله السيئات بالحسنات. الإقرار أمام القاضي في حقوق العباد لا عودة فيه، أما في حقوق الله ففيه العودة، بالرغم أن الإنسان يتصور العكس لعظمة الله ولعظمة شأنه وجنابه سبحانه وتعالى، فإنه يكون مقدما وإنه يكون لا عودة في حقوقه ولا تسامح ولا تهاون، ولكن الأمر ليس كذلك. عدم العفو متعلق بحقوق العباد، والعفو بحقوق الله سبحانه وتعالى. فلو جئت أمام القاضي واعترفت أنني مدين لك بألف، وفي الجلسة الثانية قلت لا أنا افتكرت مدين بخمسمية فقط، لا يقبل القاضي مني هذا، واعترافي وإقراري بالمديونية لا يمكن الرجوع فيه إلا إذا عفى الدائن، دي قضية تانية، فلا يجوز الرجوع في الإقرار إذا تعلق بحقوق الناس بحقوق العباد. طب جيت واعترفت بشيء من الحدود، بشيء من الذنوب التي توجب الحدود، ثم بعد ذلك أنكرت وقلت لا أنا كنت في حالة نفسية وحشة وقلت الكلام ده، أم القاضي يقول لي طب اطلع بره، ويقبل مني العودة فيما تعلق بحقوق الله، لأن الله عفو غفور، ولأنه عندما وضع الحدود وضعها درءا للفساد وليس انتقاما للمذنب، ولأن الله سبحانه وتعالى واسع. وكذلك هنا، فأنا حلفت ألا أكلم فلانا، وعدم كلام فلان يعني فيه خصام ونزاع، يعني فيه بيني وبينه مشاحنة، والله لا يرضى بالمشاحنة بل يرضى بصلة الأرحام، إن كان بيني وبينه رحم وبحسن الجوار إذا كان بيني وبينه جوار، وبأن التصدق في وجه أخيك صدقة، وبأنه خيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا كان هناك مشاحنة بين اثنين فإن الشارع قد أمرنا بالمصالحة وبحسن الخلق وبحسن المعاشرة وبحسن الجوار إلى آخره.
طب واليمين اللي انا عملته ده اعمل فيه ايه؟ ما تتحججش بيه، روح كفر عنه، تكفر عن يمينك هذا وترجع مباشرة الى فعل الخير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا القرآن وكان ينفذه عمليا حتى نتعلم منه، فكان إذا أقسم على شيء ثم ظهر له شيء أبر منه فعل الذي هو أبر وكفر عن يمينه. والكفارة عن اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوته. وكان زمان فيه عبيد والشرع يتشوف لعتق العبيد والحرية، فقال لك أو عتق رقبة. طب ما فيش عتق رقبة وما معيش اللي وكل بيها 10 أو أكسيهم كمان، قال خلاص صوم 3 أيام، أدي كفارة اليمين. بعض الناس يقول لك نروح نصوم 3 أيام على طول، لا، ده أنت تصوم 3 أيام إذا فقدت الإطعام. وفقد الإطعام أو فقد الكسوة يتم بأمرين، إما إنك ما معكش فلوس تصرف، وإما إنك مش لاقي فقراء توكله. ما هو وارد برضو في المجتمعات الغنية ما تلاقيش الفقير اللي توكله، كل الناس شبعانة، وده نادر ولكن موجود، إنك ما تلاقيش في المدينة بتاعتك الفقير الذي تطعبه أو تكسوه، كل الناس مستغنية. إذن فهذه قاعدة في التعامل بين العبد وبين ربه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أن تبروا، يعني ما تجعلوش ربنا عقبة في طريقكم للبر، وتتقوا وتصلحوا بين الناس، 3 حاجاتهم، والله سميع عليم، فلا يضيع أجر من أحسن عمله. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.